اللي حصل ده بصراحة بفضل ربنا عز وجل والمنتخب بتاعنا وطبعا الرئيس اللي حضر الناس دي بجد وعمل الافتتاح الجميل ده. النهاردة الحمد لله أنا شايف فيه شكل جديد ومستوى جديد وروح معنوية عالية. الحمد لله ربنا بيكرمنا يعني بدعاء الناس ليهم. حاجة بجد 100 100، ربنا يوفقهم إن شاء الله وناخد البطولة إن شاء الله. ممتاز ممتاز، وخصوصا الجول اللي جه قبل انتهاء الوقت بدقيقتين. الناس كلها فرحانة وألف مبروك لمصر. منتخب جميل قوي ومحمد صلاح جايب جول تقريبا هياخد أحسن هدف في البطولة كلها. الأداء جميل طبعا والفريق كله النهاردة بيلعب كويس. متكاتف وهدفين جمال يعني. عملوا احسن حاجه عندهم فكانوا حتى ضاغطين يعني الضغط تقريبا كان في مصر زي ما الناس كلها كانت شايفه كله كان ما كانش متوقع ان اوغندا يلعب يعني لعبوا بالشكل ده. الحمد لله ربنا كرمنا برضو، بس هي الفكره كلها ان احنا برضو لسه ما لناش شكل، بس هو المكسب كويس توفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. رائع جدا، ومحمد صلاح جون تحفه فظيع يعني، ربنا يتمها على خير بقى وان شاء الله ناخد الكاس.